راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، جميل جدا عندما كان هناك انتقالا في الدرس الماضي من يعني المفرد إلى الجمع، وكان لدينا حصيلة من المفردات بتغيير الاشتقاق. ففي اللغة العربية الاشتقاق هو من أهم المشاكل التي يواجهونها طلاب اللغة العربية للناطقين بغيرها. So one of the problems that non-native speaker of Arabic face, derivation and inflections. So inshallah we will cover today as well the plural feminine inshallah, which is similar to the previous lesson that we covered. الدرس اليوم inshallah قبل أن نذهب له سوف يكون عن المؤنث السالم، لكن قبل ذلك المذكر، جمع المذكر. كان لدينا مثلا عندما نقول خرجت، هل تستطيع أن تحولها إلى جمع مذكر؟ نقول الطالبة خرجت. ماذا نقول عندما نقول الطلاب؟ الطلاب خرجوا. أحسنت. طيب، وعندما نقول كلمة مثلا يا هارون، عندما نقول لعلي أقول كلمة حاج، كيف نقول الجمع؟ هذا حاج. ماذا نقول؟ هؤلاء حجاج. ما شاء الله تبارك الله. إذن نغير اسم الإشارة من هذا إلى هؤلاء، وحاج تتحول إلى هؤلاء. طيب، عندما نقول هو تاجر، ماذا نقول يا مبارك عندما نريد أن نغير هو؟ نقول هم. أحسنت، نحول هو مفرد إلى جمع هم، وتاجر تجار. كان ذلك واضحا، وكانت إجاباتكم على التمارين جدا ممتازة. لا تنسوا اللغة بالممارسة، إذا لم تمارس اللغة سوف تنسى اللغة. عندما تذهبون أنتم من الفلبين وتكونون من دولة واحدة لابد أن تتكلم اللغة العربية، عندما تكون من غانا وتكون مع أصحابك من غانا تحدث اللغة العربية، عندما تكون من أمريكا تحدث باللغة العربية. إذن اللغة هي بالممارسة، وإن شاء الله ستجدون أنفسكم يعني تتحدثون اللغة بطلاقة أفضل من متحدثين اللغة العربية أنفسهم إن شاء الله. طيب، نعم. شكرا لكم على كل الجهود، وإن شاء الله اليوم سوف ننطلق إلى درس جديد، واليوم الدرس هو الدرس 31. الدرس 31 كما تظهر لكم في الشاشة سوف يكون عن الجمع، وهو جمع المؤنث. لن نفصل في الجموع، فقط سوف نقول جمع المؤنث. ولا تنسوا أن التاء من علامات المؤنث، كل ما أتت التاء هي تشير لنا أن هناك مؤنث، وسوف نلاحظ ذلك إن شاء الله جليا في الشرائح التي سوف نغطيها اليوم. طيب، شوفوا يعني خلونا يعني لو سمحتم دعونا ننظر إلى هذه الأمثلة ونقرأها بتمعن، وإن شاء الله من خلالها سوف يعني ننتقل إلى معلومات وتمارين يعني لها علاقة بجمع المؤنث. الجملة الأولى، كنا نقول فتى وكنا نقول فتية. الآن انظروا إلى الكلمة، أصبحت فتيات. آت، ألف وتاء دلالة على المؤنث. طيب، نتفضل لو تتكرم علينا يا أرحم وتتفضل بقراءة الجملة الأولى أو المثال الأول السؤال ثم نجيب عليه، تفضل. من هؤلاء الفتيات يا مريم؟ أحسنت. إذن يوجد عندنا هؤلاء، هل تغيرت عن الجمع المذكر؟ لا. لا. So no change from هؤلاء for masculine plural, feminine plural. من هؤلاء؟ فتية تحولت إلى فتيات. We change فتية to فتيات. طيب، انظر إلى الإجابة ماذا كانت يا أرحم؟
هن زميلتي. أحسنت، يوجد خطأ في النطق وسوف نصحح ذلك. هن بدل كلمة هم. طيب، وعندما نقول زميل بعد اللام يوجد ألف، فنقول هم هن زميلاتي. التاء أيضا أدت إلى المؤنث. طيب، هل هذه تدل على المؤنث زميلاتي؟ لا. الياء ممكن تكون للمذكر، أنت تقول زميلاتي وفاطمة أو مريم تقول زميلاتي، لا بأس. واضح لكم؟ نعم. طيب، ننتقل إلى المثال الثاني، تفضل يا هارون. أخوات هن. أحسنت، كنا نقول للمذكر إخوة والآن أخوات. كنا نقول هم وأصبحنا نقول هن. So we said إخوة for masculine, then we say أخوات. We said هم, we changed it to هن. طيب، والإجابة تفضل. نعم، هن أخوات. أحسنت، شكرا لك. ننتقل إلى مبارك ثم نقرأ السؤال. من أبوهن؟ تتذكرون أو عندما أخذنا الدرس كنا نقول أبوك، من أبوك، من أبوك. طيب، من أبوه، الآن نقول أبوهن. هو الضمير نفسه أتى ضمير يعني ملكية. طيب، ثم نقول الإجابة. أبوهن الشيخ بلال. أحسنت، وأضاف معلومة. أمهن أستاذتي. إذن هن كضمير منفصل ممكن يصبح ضمير متصل ليدل على الملكية، على الملكية، بدل أن نقول أبي أبوهن، أمي أمهن، لأننا نتحدث عن ثلاثة مؤنث. So we talk about plural, three and more feminine, we say هن. Okay, as a attached pronoun or a separate pronoun. Okay. طيب، وأخيرا نعود إلى أرحم والجملة الأخيرة والسؤال الأخير. أين بيتهن؟ أحسنت، والإجابة. بيتهن قريب من المدرسة. أحسنت، لاحظوا كنا نقول بيته، بيتي، بيتك، الآن نقول بيتهن. واضح؟ نعم. طيب، ننتقل إلى المثال الآن وننتقل إلى تمارين. ما كنا نفعله قبل قليل هو شرح لماذا يحدث. الآن نحول الكلمة الأولى مثل ما كنا نفعل في الدرس الماضي إلى جمع كما هو موضح في المثال. هذه بنت، هؤلاء بنات. لا تقلق بالنسبة لكلمة طالبة مدرسة، مكتوبة لكم هنا بين الأقواس حتى تنطقوها بشكل صحيح. نبدأ بالجملة الأولى ونبدأ من هارون. هذه طالبة. هذه طالبة. ثم نقول هؤلاء طالبات. إذا نضيف كلمة هؤلاء هنا وتصبح الجملة صحيحة. المثال الذي يلي ذلك، تفضل يا مبارك. هذه مدرسة. هؤلاء مدرسات. انتبهوا، كنا نقول مدرسون. إذا الألف والتاء من دلالات المؤنث الجمع. So ألف and تاء is an indicator or a sign of feminine plural, because واو نون مسلمون مدرسون is an indicator of masculine plural. This is feminine plural. طيب، هن مدرسات. نعود إلى المثال يا أرحم الذي يليه. هذه طبيبة. هذه طبيبة. ثم نقول هؤلاء طبيبات. أحسنت، ثم نذهب إلى هارون. هذه مسلمة. هذه مسلمة. ونقول هؤلاء مسلمات. أحسنت، شكرا لك يا هارون. ننتقل إلى الجملة التي تليها. هذه زوجة. هؤلاء زوجات. أحسنت، شكرا لك مبارك. نعود إلى أرحم مرة أخرى. هذه فتاة. هؤلاء فتيات. طيب، وننتقل إلى المثال الذي يلي ذلك. هذه جديدة. هؤلاء جديدات. لا، انتبه،
هؤلاء جدد. أحسنت أحسنت. أنا سوف أعلق على ما ذكرت. لاحظوا كلمة جديدات أو كلمة جديد تجمع جدد للمذكر وللمؤنث، لا تقول لماذا، هي مثل هؤلاء. فإذا نقول هن جدد جدد أو هؤلاء جدد، وكنا نقول لهم جدد. حتى كلمة كبار التي تليها وصغار وطوال استخدمت مع جمع المذكر وسوف تستخدم مع جمع المؤنث. هل هذا واضح؟ نعم. لو قلت جديدات سوف يكون هناك نقاش كثير، لن ندخل لذلك النقاش. مبارك تفضل. هذه كبيرة. أحسنت. هؤلاء كبار. هل اختلفت؟ لم تختلف عن الماضي، عن ما أخذناه في الدرس الماضي. So جدد كبار صغار طوال. These are plurals the same as masculine. So we don't change anything. جدد كبار صغار طوال is the same like what we did in the masculine plural. They appear with no change. هؤلاء as well, they are it's used for both masculine and feminine. So no big difference, no problems. Okay. طيب نعود إلى أرحم وتفضل. هذه كبيرة ثم نقول هذه صغيرة هؤلاء صغار. أحسنت. وأخيرا ننتهي مع هارون يقول هذه طويلة هؤلاء طوال. أحسنت. وآخر جملة لدينا تفضل يا مبارك. هذه أخت هؤلاء أخوات. أحسنت. شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا، أنتم مبدعون ما شاء الله تبارك الله. لا تنسوا أن تنتبهوا للمذكر والجمع والمؤنث، والمذكر يتفقون في كثير من الأحيان في بعض الكلمات. أشر إلى الأسماء التي التالية، أشر إلى الأسماء التالية باسم إشارة للقريب. So this exercise we are having these pronouns, we need to use them for the close one. هذا هذه هؤلاء. طيب حسب الاسم الذي موجود لدينا. المثال الأول يا أرحب تفضل. أخي ماذا نقول؟ هذا أخي. إذا نقول هذا. والذي يليه يا هارون؟ هذه أختي. نقول هذه. والمثال الذي يلي ذلك يا مبارك؟ هؤلاء رجال. أحسنت. طيب نريد المثال الذي يليه مدرسون، والذي يليه تجار لدى أرحم. تفضل يا أرحم. هؤلاء مدرسون. طيب وماذا عن التي تليها تجار؟ هؤلاء تجار. أحسنت. إذن هؤلاء استخدمت مع كل هذه لأنها جمع. تفضل. نريد الطالبات وأمي. تفضل يا هارون. هؤلاء طالبات. أحسنت. ثم هذا هذه أمي. أحسنت. هذه أمي. طيب نريد الثلاث الجمل التي بقيت. تفضل يا مبارك. هذا أبي. هذا أبي. ثم هذه طالبة. والأخيرة هؤلاء طبيبات. أحسنت أحسنت. ثم أحسنت. So the exercise is choosing one of these words and we choose them according to the noun that we have, if it's singular, feminine, masculine, plural. Okay. التمرين واضح لكم يا شباب؟ نعم. التمرين سهل جدا. ابدأ عندما تخرج استخدم هذه، هذا هذه هؤلاء بهذا الشكل، حتى يعني تطور من لغتك وتضيف عليها الشيء الصحيح. طيب ننتقل إلى الشريحة التي تليها. اقرأ المثال ثم حول الجملة الآتية مثل ما هو موضح في المثال. طيب زينب خرجت من الفصل ثم قال زينب وآمنة ومريم. هل أصبحوا شخص واحد أم ثلاثة؟ ثلاثة. ثلاثة. فبدل أن نقول خرجت نقول خرجنا. إذن هذا النون هو نون الجمع للمؤنث، وبعضهم يقول نون النسوة، وبعضهم يقول جمع المذكر السالم للواو والنون. نحن نركز على التغيير. إذن التغيير خرج تصبح خرجنا. نريد المثال الأول. أرحم تقرأ المثال ثم تجيب عليه. المدرسة ذهبت
إلى الفصل. لبين أحسنت تفضل. المدرسات ذهبنا إلى الفصل. إذا المدرسات ثم كلمة ذهبنا تكتب بهذا الشكل ونكمل الباقي. تفضل يا هارون. الطالبة الجديدة جلست في الفصل. طيب ماذا نقول؟ الطالبات الجدد جلسنا في الفصل. طيب نريد أن نقول الطالبات، لا بأس نقول الطالبات. الطالبات ماذا؟ الجديدة ثم الجدد نقول الجدد جلسنا في الفصل. أحسنت. ثم الأخيرة. بنت محمد ذهبت إلى المدرسة. ماذا سوف نقول؟ بنات محمد ذهبنا إلى المدرسة. ذهبنا إلى المدرسة ثم تصبح الجملة صحيحة. إذن غيرنا الفاعل من مفرد إلى جمع، وغيرنا الفعل من مفرد إلى جمع. So what we did, we changed the noun from masculine to plural, and then we changed the verb from masculine to feminine plural, okay? Or plural feminine, okay? واضح لكم يا شباب؟ نعم شباب. لا تنسوا خرجنا خرجنا خرجنا. كنا نقول خرجوا خرجوا ذهبوا جلسوا. الآن خرجنا ذهبنا. طيب؟ طيب. ننظر إلى المثال هذا، والآن سوف نضع أحد الضمائر هذه في المكان المناسب. هو هي هم هن. إذا نريد المذكر مفردا وجمع، والمؤنث مفرد وجمع. طيب المذكر هو هم، والمؤنث هي هن. So the exercise is to choose from these pronouns. Either هو masculine, feminine, and here singular. هم هن as plural and feminine plural as well. So it's the exercise is based on what is the word that you have. So for example, رجل is masculine and مدرس is a masculine. So we're going to choose masculine from here. Because the number is singular, we're going to choose singular. If it's plural, we will choose plural. طيب الآن سوف نبدأ التمرين، نقرأ المثال ثم نجيب عليه. نبدأ من أرحم من جديد. من هذا الرجل؟ من هذا الرجل هو مدرس. أحسنت. طيب والمثال الآخر يا هارون؟ من هؤلاء الفتية؟ ماذا نقول؟ هم أبناء المدرس. أحسنت. وماذا نقول بعد ذلك؟ من هؤلاء الناس؟ هم حجاج من الهند. أحسنت. نعود إلى أرحم. من هذا الولد الذي خرج من بيتك؟ ماذا هو ابن أخي. لأننا نتكلم عن الولد. أحسنت. هارون. من أين هؤلاء الممرضات؟ إذن الجواب هن من الفلبين. أحسنت. ثم ننتقل إلى السؤال الذي يلي ذلك. أين الطالبات؟ طيب. هن في الفصل. أحسنت. هن. نعود إلى أرحم. أين الطالبة الجديدة؟ هي في المكتبة. طيب والجملة الثانية أيضا لدى أرحم، تفضل يا أرحم. أين الطبيبات؟ هن في مستشفى الولادة. أحسنت. ونعود إلى آخر جملتين لدى هارون. الجملة قبل الأخير، تفضل يا هارون. من أين هؤلاء الضيوف؟ هم من الرياض. طيب والجملة الأخيرة أيضا يا هارون. من هذه الفتاة؟ هي بنت المدرسة. أحسنت. شكرا جزيلا شكرا جزيلا، كان التمرين جيد، لا يوجد أي صعوبة. هل يوجد أي صعوبة لديكم؟ لا. إذن اختيار هو وهم وهن وغيرها يكون بناء على الاسم الذي ورد في السؤال. طيب إذا كنتم كتبتم هذه الكلمات وكررتموها، فتية فتيات حجاج حاج تاجر تجار،
سوف تعرفون ماذا تختارون. So it is based on, it's based on the noun that appears in the question. So if it's singular, plural, masculine, feminine, so you choose these pronouns according to the nouns appeared in the questions. طيب واضح لكم؟ واضح. طيب ننتقل إلى التمرين الذي وهو تمرين سهل جدا وإن شاء الله سوف نعرف كيف نجيب عليه. أريد كل شخص منكم أن يعطيني كلمة يعني كلمة والتي تليها ثم يعني كل شخص سوف يقدم لنا كلمتان. الكلمة الأولى أخت مع زوج، تفضل يا أرحب. أخت الجمع لديها أخوات. أحسنت. ثم زوج، زوج زوجات. أحسنت. نعود إلى هارون ثم يقول طويلة، ماذا نقول؟ طويلة طوال. أحسنت. طوال. وأخ، أخ أخوات إخوة. أحسنت. إخوة لأنها مذكر فلا نقول أخوات، أخوات لأخت. أحسنت. إذن هذا فقط لنختبر هارون هو معنا أم لا. تفضل يا مبارك. بنت بنات. أحسنت. والتي تليها طبيب، طبيبون أو طبيبات. انتبه، طبيب نريد، إما نقول أطباء أو نقول طبيبات. حقيقة هذه هي سببت لكم المشكلة. فماذا قلت؟ طبيبون؟ من أين طبيبون؟ هذه من أي لغة؟ لا يأتي، لا يمكن أن نقول طبيبون، إما نقول أطباء أو طبيبات. طيب إلى كلمة كبيرة ماذا نقول؟ تفضل يا أرحم. كبار. ما شاء الله تبارك الله، هي كبار. وجديدة ماذا نقول يا أرحم؟ جديدات. خطأ. أحسنت. الجواب جدد. جدد. انتبهوا، هنا تلاحظون الأخطاء وهنا نتعلم. من لا يخطي بعض الأحيان لا يتعلم. إذن جدد، جديدات، لا يمكن أن نقول جديدات، نقول جدد. وقلنا جدد وكبار وصغار وطوال وقصار تأتي مع الجمع المؤنث ومع جمع المذكر حتى لا تقلق. طبيبات وأطباء مثل أغنياء. طيب لا أريد أن أسألكم سؤالا صعبا فسوف أترك ذلك. ننتقل إلى من كان يقرأ لدينا. نريد جديدة مرة أخرى تكررت لدينا هنا، ماذا نقول؟ جدد. إيه لن نكررها. طيب زوجة، زوجات. طيب زوجات. طيب هنا كانت زوج، ماذا المفترض تكون؟ الزواج. أزواج. إذن تعلمنا هذه زوجات تأتي لكلمة مؤنث، أما زوج فتصبح زوجات، تصبح زوجات. أنا لم أريد أن أدخل هذه التمارين حتى تنطقوها أنتم بشكل صحيح. إذن طبيب ممكن تكون طبيبات أو أطباء، لكن نحن بما أننا نتكلم عن الجمع المؤنث سوف نقول طبيبات. So because we talk about the feminine plural we will say طبيبات. زوجة زوجات. We have exceptions. أخ and زوج. These are masculine. طيب فتاة ماذا نقول يا مبارك؟ أعطينا الثلاثة التي بقيت. فتاة فتيات. فتيات. كبيرة كبار. لاحظوا كلمة كبيرة تكررت هنا ولن نكررها مرة أخرى. مسلمة مسلمة مسلمات. مسلمات. طيب واضح لكم تمرين هذا؟ حقيقة أنا ماذا لاحظت عليكم أنها تسبب بعض الأحيان اشتباه بينكم. لابد أن تعرفوا هناك الأسماء لا يوجد فيها مشكلة. متى تكون هناك المشكلة؟ عندما نجمع الصفات. لو لاحظتم جديدة جدد، طويلة طوال، كبيرة. لكن لو أتينا إلى كلمة طبيبة طبيبات، أطباء، زوج أزواج، زوجة زوجات. تمام. فتاة فتية فتيات. فتيات.
بنت بنات أخت أخوات. واضح لكم؟ لكن عندما نأتي إلى الصفات، لأن كلمة كبيرة بعضهم يقول هي صفة وبعضهم يقول لا هي اسم، لا هي صفة، لأن تأتي تتبع الأسماء، نقول بناية كبيرة. فهمتم ما أقصد؟ حتى تعرفوا الاشتباه أين يقع. الصفات هي التي تكون في المذك في الجمع وفي في الجمع المؤنث وفي الجمع المذكر لا تتغير. So the focus here, I'm telling you guys that when we have adjectives like كبيرة، جديدة، كبار، صغار، these are the time when we have no changes between feminine and masculine plural. But when we have nouns like طبيبة، زوجة، بنت، now we have at طبيبات، زوجات. For the masculine, no. For the feminine. And for the masculine, we say أزواج، أطباء. So we start with ألف، همزة. Then we have plural. So this is to explain the whole thing. واضح لكم يا شباب؟ نعم. إذن ألقوا أو أعطوا انتباها للصفات عندما تجمع. واضح؟ نعم. وإن شاء الله مع المستقبل سوف تلاحظون الفرق. طيب. سوف يعني أسأل سؤالا بسيطا ثم يعني نغلق هذا الدرس بإذن الله. عندما أقول هذه فتاة، من يحول لها؟ أرحمها، حول هذه فتاة إلى جمع. هؤلاء فتيات. أحسنت. طيب انظر إلى هارون، هم أطباء، ماذا نقول بالمؤنث؟ هن طبيبات. أحسنت، هن طبيبات. طيب عندما نقول لك يا مبارك الطلاب خرجوا إلى المكتبة، ماذا تقول للمؤنث؟ الطالبات خرجنا. أحسنت. إلى المكتبة. إلى المكتبة. طيب بهذا أصل بكم إلى الختام، وحقيقة هذه الأسئلة والأجوبة دلت أنكم يعني استوعبتم ما نريد. هل لديكم من أسئلة؟ هل لديكم أسئلة؟ طيب لا تنسوا، حتى وإن لم أكن أعطيتكم واجب، عليكم أن تعيدوا كتابة هذه الكلمات الجديدة أو المفردات الجديدة وتكررونها واستخدموها. لاحظوا الصفات لا يكون هناك تغيير. طيب حتى ذلك الحين وحتى ألقاكم في الدرس القادم، أتمنى لكم يوما سعيدا وإن شاء الله لغة عربية فصيحة. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.